نصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. نعى النادي الاهلي لكره القدم في بيان له نائب رئيس النادي ووزير الرياضه السابق العامري فاروق، الذي دأب على خدمه النادي الاهلي على مدى سنوات طويله بذل خلالها اقصى ما لديه لاعلاء شانه ورفعه رايته. فريق طلائع الجيش فاز على النادي فاركو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد الماكس في اسكندرية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في المجموعة الثانية، وتأهل طلائع الجيش لربع نهائي كأس الرابطة في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. فريق بيراميدز فاز على فريق زد اف سي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، بكده اتأهل الفريق لربع نهائي كأس الرابطة. فريق البنك الأهلي حقق الفوز على فريق المقاولين العرب بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في المجموعة الرابعة. وفريق المصري حقق فوز مهم على الجونة بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، واحتل الفريق المصري صدارة المجموعة برصيد 7 نقط والجونة في المركز الثاني ب4 نقط. منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال حقق الفوز على منتخب بروندي في أولى مبارياته في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة للألعاب الأفريقية واللي بتقام خلال الفترة من 26 ولحد 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة. والألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي أعلن رحيله عن منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وده بعد ما أبلغ ملاك النادي برغبته في ترك منصبه بعد نهاية الموسم الحالي.